مع احترامي للجميع، لكن في حاجات في الفن مستحيل الفلوس تشتريها، أو تحس كده إن الخلطة السرية بتاعتها مصرية 100%. يعني ما أعتقدش إن في بلد عربي عنده حد في التمثيل يقدر يقدم أداء زي دكتور يحيى الفخراني، أو الراحل العبقري أحمد زكي، أو العبقري التاني نور الشريف. والمفاجأة بقى إن مصر لا تتوقف عن تقديم الموهوبين والممتعين في التمثيل. بعد رحيل خالد صالح لقينا عندنا خالد الصاوي، ثم أخيراً أستاذ جديد في مدرسة السهل الممتنع اسمه ماجد الكدواني. ماجد الكدواني تحسه بلغة المصريين كده بيمثل وهو سايب إيده، ببساطة بسهولة، موضوع عائلي، مسلسل من جزئين حقق نجاح كبير، خصوصاً بعد ما زود جرعة الكوميديا في الجزء التاني، وقدم لنا رمضان حريقة الفنان محمد رضوان اللي اكتشفنا خفة دمه وقدراته التمثيلية فجأة، رغم أنه بيمثل من زمان جداً. ده غير الستاند اب كوميديان الواعد طه دسوق ونجمة المستقبل الجميلة رنا رئيس. موضوع عائلي أنا اتفرجت عليه بدقة، والحلقة كنت بتفرج عليها أكتر من مرة، لأني كنت بنظر إليها نظرة مختلفة عن نظريتي قبل كده كمشاهد عادي، هو عايز يستمتع وخلاص. أنا وقفت قدام مدارس في التمثيل، قدام مدرسة في الإخراج، كان موضوع ساحر، وكان يعني في رقة شديدة جدا وفي عواطف جياشة. نجح الممثلين في إن هم يترجموا هذه العواطف بشكل حقيقي. موضوع عائلي مسلسل اجتماعي لطيف جدا في الموسمين بتوعه، أنا بعتقد بأنه أثبت أنه المسلسل الاجتماعي هو الذي يكسب رهان، يعني في يكسب الرهان في النهاية، لأنه في الآخر خالص يعني بيشتغل على المشاعر الإنسانية، بيشتغل على روح العائلة، ودي أصلا بنفتقدها في كتير جدا من أعمال رمضان. بعتقد بأنه كمان خلطة الكوميديا بالتراجيدي فيها قدر كبير جدا من المصداقية من كل أفراد فريق عمل موضوع عائلة. الميزة أنا كان في الجزء الأول، كان ماسك نفسه، كان لطيف، فكرة أن بنته مش موجودة أو أن هو تفاجئنا بوجودها، كان في إيشو، كان في قضية بنتكلم عنها. الجزء الثاني انا شايفه انه ما كانش له لازمه، وكان بس استغلال النجاح الجزء الاول. ومشكله المسلسلات اللي زي ما بقول لك، المسلسلات العائليه اللي هي بتتعامل من على الوش دي، ان بعد ما بيخلص الجزء الاول او بعد ما بيخلص المسلسل انت ما بتفتكرش كان بيدور على حوالين ايه، بعكس لو جيت قارنت ده بمسلسلات العائليه اللي كانت بتقدم، مسلسل العائله، مال البنون، ارابيسك، دي مسلسلات عائليه بس عايشه لغايه دلوقتي عشان كان فيها صراع، عشان فيها قضيه. لكن احنا مسلسلاتنا العائليه دلوقتي منزوعه القضيه، احنا عايزين نبين الاسره المصريه السعيده. ايوه السعيده دي بناء على ايه؟ يعني ايه معطياتها؟ طب انت عايز تقول ايه في الرساله دي؟ فهي دي موضوع عائلي. الجزء الثاني ما كانش عنده رساله، ما كانش في حاجه، بنستغل نجاح الجزء الاول. يعني انا شايفه ان احنا لو كنا اكتفينا بالجزء الاول كان هيبقى شيء وافي وكافي، والقماشه ما تستوعبش اكتر من كده. ففكره ان انا عشان اطلعه عنده كانسر، طب ايه، طب يعني هو ده ما كانش له لازمه. الجزء الثاني مش بنفس النجاح الجزء الأول، ولكن في بعض الحلقات هي كانت المستحوذة على الترند ومستحوذة على المشاهدات، وخصوصا مشهد المناجاة بين ماجد الكدواني وبين ربنا وهو بيكلمه بيقول له كلام كل الناس اللي اتفرجت عليه تكاد تكون بكت. فكان حقيقي كان يعني برافو أحمد الجندي المخرج على المشهد ده، كويس جدا. أحمد الجندي هايل، وراجل يعني قادر يعمل تراجيدي ويعمل كوميدي بنفس الجودة. اختار ستاف ما حصلش، يعني من أصغر واحد فيهم الولد الصغير لأحمد رضوان لسما، كل دول ما كانوش معروفين، فكونهم إن هو يطلع منهم الشغل ده والكوميديا دي، ده راجل هايل أحمد الجندي. موضوع عائلي مسلسل بكاني وضحكني، وبكاني بجد حقيقي، لأن أداء ماجد الكدواني كان قد إيه عالمي. أهو ده بقى اللي فعلا أداؤه عالمي، أداء بسيط سلس من القلب، فقدر يوصل بص ما يخرج من القلب يدخل إلى القلب. حقيقي ماجد الكدواني قدم أداء عالمي وبسيط وسلس وجميل، فاستحق عن جدارة لقب نجم الموسم الشتوي. موضوع عائلي برضو من الحاجات الجيدة جدا اللي حصلت الفترة دي، وأنا سعيد جدا إن ماجد الكدواني يبقى ليه مسلسل كده بطولته،
لان دي يعني متهيألي هو ما عملش مسلسل بطوله ليه قبل كده، فانا سعيد بالكاست كله. يعني ما اقدرش اقول ان المسلسل فيه حد وحش، بالعكس ده في ناس زي محمد رضوان، ويعني احنا شفنا محمد رضوان متخيله بقى ان هو هيبقى نجم، او على الاقل احنا نحط له امل ان هو هيبقى نجم كوميديا، واكيد المنتجين هيستغلوه في حاجات كتير. فانا عجبني الحاله العائليه اللي برضو مش هتلاقيها غير، يعني المود بتاع موضوع عائلي مش هتلاقيه غير في مصر، ممكن يبقى موجود في يتعامل في نسخ تانية بس مش بنفس الحاله دي. في ناس شافوا ان الجزء الثاني كان استغلال نجاح الجزء الاول وما اضافلوش قوي. هو الجزء الثاني من المسلسل الدراما المعالجه الدراميه بتاعته قليله قوي، بس هو قدم لنا كوميديا وقدم لنا روح مصريه حلوه خلي اللي بيتفرج مبسوط. فانا مش مدان هو تعمل جزء ثاني، بالعكس انا شايف ان الجزء الثاني اشتغلوا عليه اكتر من الجزء الاول في حته الكوميديا، مش الكوميديا هنا اللي هي الافات، الروح المصريه اللي دمها خفيف. انا ليه معجب باداء ماجد الكدواني اللي هو من بداياته كان ينبئ او ينبئ اقصد بفنان كبير قوي. ليه؟ لانه انا بحب المدرسه في التمثيل بتاعت مارلون براندو اللي عمل فيلم الاب الروحي. مارلون براندو له مدرسه نقل التمثيل في العالم كله من حاله الى حاله، اللي هو استخدام طبقات الصوت بشكل يعني قمه الانفعال. القرار عنده هو قريب من الجواب، يعني الطبقتين العالي الصوت العالي والصوت الواطي قريبين من بعض حتى وهو بينفعل. الأداء هنا مش أداء مسرحي لأنه ممثل المسرح بيرفع صوته، إنما هنا بيعتمد على طبقة الصوت اللي ما بين فوق وما بين تحت، وبيترجم بيها كل المشاعر اللي هو عايز يوصلها سواء فرح سعادة. ماجد الكدواني يعني شوف بقى عمل مشهد بيزعب يعني فيه غضب شديد ناحية بنته وأقنعك في المشهد ده، وعمل مشهد تاني إنه هو خايف من العملية وبيعيط ومرمي في حضن أخته، وعمل مشهد تالت اللي هو بيناجي فيه ربنا، وعمل مشاهد كوميدية. التنوع ده اللي يخليك تقول الممثل ده شاطر. يعني ماجد الكدواني هو صنايعي محترف بس تصدقه. ماجد الكدواني برضو ممثل تقيل وبيليق في كل الأدوار، والحكاية كانت حلوة جدا، بس الحقيقة محمد رضوان هو اللي كان واخد الحكاية كلها. رمضان حريقة هو اللي كان واخد الصيت كله. يعني اكتشاف متأخر لمحمد رضوان للأسف. شوفهم من إمتى، وكان من فرقة محمد صبحي وكان في كلية تجارة القاهرة، والحقيقة أنه كان ممثل قدير يعني، بس من هو صغير وكان ليه أدواره الكوميدية يعني بالذات اللي تتفرج عليه في المسرح. بس ده للأسف جيل كبير زي جيل محمد رضوان لا يعني اتفرم وكده ما ظهروش. هل محمد رضوان اتأخرنا في اكتشاف موهبته؟ طبعا اتأخرنا جدا جدا. أنا معجب بيه للغاية الفنان محمد رضوان اللي عمل دور رمضان حريقة. هو كان أولا يتضح لنا أن هذا الرجل لم يتم تقديمه في السابق بصورة جيدة. هذا الرجل هو الحقيقة عنده ربنا وهبه خفة ظل حقيقية، يعني هو فنان مش بيفتعل خفة الظل. كتير من اللي بيمثلوا كوميديا بيستخدموا أسلوب الفارس اللي هو يعني بيبالغ في الأداء قوي علشان يضحك الناس، إنما ده طبيعي، ده دمه خفيف جدا وتلقائي، وبتطلع منه حتى قفشات. أظن اسم رمضان حريقة هيفضل لاصق بيه لفترة. هل وجود ماجد الكدواني هو اللي إدى برضو تقل الموضوع عائلي؟ يعني ممثل أعتقد أنه نضج قوي قوي في فكرة كمان الأداء بسهولة، يعني مدرسة يحيى الفخراني مثلا، دكتور يحيى الفخراني بالتأكيد تقريبا. بس هو كمان كان يجاريه محمد رضوان رمضان حريقة، يعني كان بيجاريه إلى حد كبير جدا، ومن المناسبة هم الاثنين دفعة واحدة أصلا. فيعني أنا بعتقد بأنه كمان يعني إن المسلسل حتى كمان فجر لنا طاقات كتيرة جدا من التمثيل، زي طه دسوقي مثلا كممثل كوميدي شاب، بعتقد عنده طاقة كبيرة جدا، عنده كمان فيه
كمان فيه كتير جدا من الممثلين اللي ظهروا في هذا المسلسل لأول مرة بأداء مختلف تماما عن أداءاتهم اللي قبل كده. زي مين؟ يعني مثلا زي رنا رئيس مثلا على سبيل المثال، كان فيها قدر من أنا أول مرة تعمل شيء كوميدي مع تراجيدي في نفس الوقت. سما إبراهيم في كتير جدا من يعني أنا بعتقد بأنه يعني حتى عشان منساش الأسماء، كل فريق العمل كان متجانس ومتكامل إلى حد كبير جدا في أنه لمس المشاعر المصرية. لمس يعني رغم أنه المسلسل إنتاج مصري، لكن في نفس الوقت لمس المشاعر المصرية وجسد أخلاقيات العائلة المصرية بشكلها الحقيقي. وبالتأكيد يحسب لأحمد الجندي التفوق الكبير جدا في الإخراج. هل رنا رئيس في موضوع عائلي كانت بقوة رنا رئيس في أزمة منتصف العمر؟ لا، في موضوع عائلي كان مناسب لها أكتر. أزمة منتصف العمر أنا شايف أنها ميس كاستنج، حتى لو هتجيب بنت صغيرة بس مش للدرجة، لأن رنا رئيس مش بس بنت شابة، لا هي بنت شابة طفلة، يعني التلاتة مع بعض ما ينفعش توديني للمنطقة دي. فبالتالي أنا ما حسيتهاش زوجة، يعني حتى وهي بتعيط وبتنهار أنا حاسة أنها بتكلم باباها مش لايقة. لكن في موضوع عائلي البنت اللطيفة اللي مرتبطة بطه الدسوقي يعني من سنها، فالحكاية كانت حلوة، احنا يعني هاف فن اللي طالعين رحلة عشان هي شخصيتها كده.